أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من العراق. تتابعونا في هذه الحلقة: طيران العالم يتوجه إلى مطارات العراق وينتظر تطوير وتحسين الخدمة الأرضية. وفي هذه الحلقة أيضا: النجف مدينة التاريخ والقباب المذهبة تنتظر من يفتح مطارها. وقبل أن نبدأ مناقشة محاور البرنامج، نتابع أولا أهم أخبار الأسبوع. العراق: رئيس طالباني يحدد يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات التشريعية. ضمن مؤتمر موسع للقائمة العراقية لوضع آليات تشكيل الحكومة، علاوي يقول: معركتنا ستكون قاسية مع الطائفيين وسوف نتعرض للمزيد من المغامرات للضغط علينا. البرزاني يدعو الطالباني والمالكي إلى التدخل الفوري لوقف القصف الإيراني على قرى كردستان العراق، معتبرا حماية الحدود من سلطة الحكومة الاتحادية. المالكي خلال مؤتمر الاستراتيجية الأمنية للحدود يقول: المنافذ الحدودية العراقية لم تكتمل بالأجهزة المطلوبة لكشف المتفجرات حتى الآن، ويدعو لإنشاء منافذ لائقة. البولاني يؤكد مقتل واعتقال 48 من قيادات تنظيم القاعدة في العراق، إضافة إلى عدد آخر لم يعلن عنهم لعدم اكتمال التحقيق. وزارة الصحة تشكو معاناتها من نقص كبير في عدد الأطباء، وتعلن حاجتها لأكثر من 100,000 طبيب، في حين لا يتجاوز عدد الموجودين 20,000 حاليا. وبعد غياب دام سنوات، عودة السياحة النهرية إلى بغداد من جديد بافتتاح مرسى الزوارق في الأعظمية من قبل وزارة النقل. نجدد التحية. في محورنا الأول نتناول واقع الطيران المدني في العراق بعد حل وتصفية شركة الخطوط الجوية العراقية تداركا للديون المتراكمة عليها نتيجة العقوبات الدولية، والاستعاضة عن ذلك باستخدام أهم شركات الطيران العالمية لسد الحاجة المتزايدة نتيجة إقبال الناس على السفر من وإلى العراق في ظل تحسن الأوضاع الأمنية. ماجد حميد أعد لنا هذا التقرير عن واقع الطيران المدني في العراق. أكبر شركات الطيران الخاصة بدأت تحلق في سماء العراق منذ العام 2009، لكن العام الحالي يعتبر عام عودة الطيران العالمي إلى مطار بغداد الدولي وسواه في شمالي البلاد وجنوبها، التي تشهد حركة مستمرة لرحلات الطيران بالرغم من بعض الصعوبات التي تتحدث عنها الشركات، لا سيما الخدمات في المطارات العراقية، حيث أن أكثر من مطار في العراق يستقبل عشرات الطائرات يوميا. ومن أبرز شركات الطيران التي أعادت خطوطها الاتحاد وطيران الخليج والخطوط الألمانية والتركية، في وقت ينتظر مطار بغداد الدولي طيران الإمارات بمعدل رحلة في اليوم بدءا من الشهر المقبل. منذ بداية عام 2009 بدأت الشركات العالمية والخطوط الوطنية الناقلة العودة إلى مطار بغداد الدولي، وأخص منها بالذكر شركة الخطوط التركية وشركة الجولف إير البحرينية، وكذلك شركة الميدل إيست اللبنانية، وحاليا شركات عالمية مثل لوفثانزا والفرنسية قدمت طلبات بخلال الصيف القادم الحالي افتتاح المكاتب الخطوط في داخل مطار بغداد الدولي. هذه العودة جاءت مع قرار الحكومة العراقية بحل شركة الخطوط الجوية العراقية بسبب الخلاف مع الكويت حول الديون بين البلدين. وتعد الخطوط الجوية العراقية في حينها من أكبر شركات الطيران التي تأسست عام 1937، وكانت تملك أسطولا من الطائرات التي عطلتها الحروب ونتائجها المتكررة. واحنا طبعا فرحانين كلش بهاي الخطوة، ونتمنى انه يعني كل الشركات العالمية اتحدوا هذا الحدو. كاميرا العربية تجولت داخل صالة مطار بغداد ورصد السفر العراقيين إلى الخطوط العالمية التي رحب بعودتها العراقيون مع انزعاجهم من الإجراءات المتخذة في المطار لدواعي أمنية. من مطار بغداد الدولي لبرنامج من العراق، ماجد حميد، العربية، بغداد. للحديث عن